على البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ندعى للنداع. معقولة؟ معقولة أنا هنا؟ معقولة أنا ماشية في الطريق للمدينة؟ معقولة أنا ماشية في نفس الطريق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي فيه بقدمه الشريفة؟ معقولة قربت من الحلم اللي بحلم بيه؟ قربت إن أشوف الروضة الشريفة وأقعد فيها كمان؟ معقولة هنال الشرف العظيم ده يا حبيبي يا رسول الله؟ بصراحة أنا ما كنتش مصدقة. في اللحظة دي ابتديت أدرك إن أنا فعلا مش مصدقة اللي أنا فيه، وكان في اشتياق رهيب 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 إن أدخل عند حضرة سيدنا النبي. بس ايه التوابير الكبيرة والكتيرة قوي دي؟ الحقيقة ما كنتش عارفة ان الموضوع صعب قوي كده، اجراءات وتوابير وانتظار، والقلب خلاص ما كانش مستحمل، كان كل شوق وحنين ان ادخل. وما كنتش عارفة الحقيقة اللي هيحصل لي ان انا اول ما دخلت، والحقيقة ان انا بعد ما خرجت ابتديت استوعب فعلا ايه اللي انا فيه ده. وهنا عدينا من اول باب ودخلنا تاني علشان نستنى تاني، واللي بيسجل واللي ابتدى يركز واللي ابتدى يستغفر واللي ابتدى يدعي. كل التوابير اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كانت مستنية شرف انها تدخل الروضة الشريفة. طبعا كان تزاحم غير عادي وناس كتيرة جدا جدا، وكان لازم يكون في تنظيم. بس الحقيقة ما كنتش مصدقة ان الموضوع هيكون بالصورة دي، ولما دخلت ما كنتش اتوقع اللي هيحصل لي ده. السلام عليكم. وانا بشوف المشهد ده معاكم انا مش قادره اوصف لكم انا كنت عامله ازاي وقتها. كان كل حد بيشاور وبيقول ده مقام حضره سيدنا النبي، وده مقام سيدنا ابو بكر، وده مقام سيدنا عمر. والحقيقه ان انا ما كنتش شايفه قدامي الا معقول انا هنا؟ معقول انا رديت كل اللي فات ده؟ معقول انا دخلت؟ ربنا شرفني واكرمني المره الاولى، والمره الثانيه كانت اشبه بالمعجزه، لاني حقيقي ما كنتش ينفع ان انا ادخل، لكن ربنا عز وجل سخرها ودخلت الروضة الشريفة. ولما دخلت وابتديت أدرك إن أنا فعلا عند مقام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كنت متوقعة إن أنا أحكي له كل اللي فات، وأحكي له كل اللي وجعني، وأقول له كل اللي أنا بتمناه. بس أول ما دخلت تتوقع وقلت إيه لحضرة سيدنا النبي؟ تتوقع وحسيت بإيه وأنا في مقام حضرة سيدنا النبي؟ أنا نسيت الناس ونسيت الدنيا ونسيت كل الأذى اللي الواحد شافه في حياته، وكل المواقف البايخة اللي عدت عليا في حياتي. ما بقاش قدامي إلا إن أنا بصلي على حضرة سيدنا النبي وأنا واقفة قدامه وبين إيديه. ما بقاش قدامي غير إن أنا بقول يا رب يا رب اقبل مني، يا رب يا رب شرفني، يا رب إن أنا آجي تاني أعواما عديدة، يا رب أسألك الشفاعة. الست الجميلة الطيبة دي ما كان عليها إلا إنها بتقولي اهدي، لأن الحقيقة كانت دموعي منهمرة وكان صوتي كله خوف وقلق. يا ترى بجد أنا أستحق المكانة دي؟ يا ترى فعلا أنا هنال الشرف ده؟ أنا عارفة إن أنا بطول معاكم في استحضار الإحساس اللي أنا كنت حاساه، بس والله 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 إنها حقيقي كانت من أعظم اللحظات اللي عدت عليا في العمر. طبعا هنا كنا خلاص كانوا بيقولوا لنا اقلعوا الأحذية واستعدوا. ابتدينا فعلا ندخل، ولقيت هنا أول مرة كنت أشوف مية زمزم وأول مرة أشربها، فكان في زي قرارات موجودة، فقررت إن أنا أشرب من الماء ده وأجدد وضوئي كمان منه قبل ما أدخل عند حضرة سيدنا النبي. طبعا كان في ناس كتير معايا كلهم بيحاولوا ان هم يقولوا لنا استشعروا اللحظة، خلاص هنا انا خلاص انا هنا. فعلا كنت بقرب من الحلم العظيم يا جماعة، كنت بقرب من ان انا ادخل واشوف حضرة سيدنا النبي. ولما دخلنا جوه اللهم لك الحمد ولك الشكر، قلت له انا سعدية، انا سعدية يا رسول الله.
قلت له ان انا بدرس دينه وان انا بقول للولاد عليه وبخليهم يحبوه واحكي لهم سيرته ودايما بجي في سيره حضره سيدنا النبي. قلت له انا اسالك الحمد يا رب، طلبت منه الشفاعه وطلبت لكم كلكم الشفاعه لكل الناس اللي انا بحبها. ما كنتش مصدقه ان انا هعرف اصلي في الروضه الشريفه وهعرف ادعو. السلام عليك يا رسول الله. سلمت على حضرة سيدنا النبي وسلمت على سيدنا عمر وسلمت على سيدنا أبو بكر، وشريط السيرة النبوية كله بيجري قدام عينيا، الغزوات والسراء وغيره وغيره، المواقف، الأحاديث، حتى القرآن، أسباب نزول الآيات، كله بيعدي من قدام عينيا. لما استجمعت قوايا ابتديت أدرك الفرحة، ومشاعر الفرحة لا توصف، إحساس غريب. أول مرة يا جماعة كنت أشوف ضحكتي من زمان قوي، كنت مسرورة، كنت مبتهجة، وكنت سعيدة، وكنت كل المعاني الحلوة. ربنا عز وجل شرفني بشرف كبير قوي، عظيم جدا جدا جدا. بالمناسبة حتى ريحة الروضة المختلفة المميزة أنا مش قادرة أوصفها، حاولت كتير قوي قوي ان انا استجمع قوايا واوصف مشاعري في الوقت ده، بس الحقيقة ما عرفتش. كنت مبسوطة قوي وسعيدة لاني نقدر نحققت حاجة تانية. تاني حاجة اعظم من ده ان انا كنت سبب ان انا ادخلت سرور على قلب ناس وهم كل دنيتي وكل حياتي. المكان اجمل من الصورة والاحساس اعظم مما تتخيل. لما خرجنا كنت بشكر ربنا وكنت سعيدة قوي، كنت حاسة ان انا ملكة كل الدنيا وما فيها، وكنت حاسة ان كل اللي جوايا انا قلته من غير ما اقوله، وانت حاسة ان انا نلت اعظم شرف في الدنيا. كنت عايزة اقرأ كل مكان انا موجودة فيه لدرجة ان انا ما كنتش مركزة انا بتصور ازاي ولا فين ولا شكلي ايه. صليت على النبي كتير قوي 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 من كل قلبي. طلبت من ربنا ساعتها أمنية، طلبت منه اللهم عودة، وقلت له يا رسول الله أنا عايزة أجي تاني وإن شاء الله أنا واثقة إن أنا هروح هناك تاني. صلى على حضرة سيدنا النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد، وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حاسة بسعادة وراحة، بص مش قادرة أقولك بقى النهاردة بصراحة، يا بس الحمد لله رب العالمين، مبسوطة جدا 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 جدا.